للحديث على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني. أهلا بكم دكتورة. إلى الصدر الرافدين، يعني بداية منظمة أطباء بلا حدود تقول بأن النازحين في العراق فقدوا الأمل بالعودة إلى مناطقهم، كيف تصفين وضع النازحين في العراق؟ نعم، السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله وحيا مشاهديكم الكرام. يعني من الواضح أن الوضع الإنساني في للنازحين في العراق في غاية السوء، يعني خرجت الكثير من التقارير التي تثبت مدى المأساوية الوضع في للنازحين في مخيمات النزوح وما يعانونه من قلة الخدمات الأساسية التي تضمن العيش، قلة الرعاية الصحية، تفشي الأمراض، تفشي حتى الأمراض النفسية بسبب الصدمات الناتجة عن الحروب والعمليات العسكرية. أعداد المعاقين بين النازحين كبير جدا، يعيشون إهمال كبير من قبل الحكومة في العراق دون أن تلتفت لهم وتوفر لهم الخدمات التي تضمن حياتهم من غذاء، ويعني أمراض نقص التغذية متفشية بين الأطفال، حالات الوفيات، الأوضاع الآن مع فصل بداية يعني قدوم فصل الشتاء والأمطار والفيضانات التي عانى منها النازحون، والآن الثلوج سوف يعني تبدأ بالنزول مع الأيام القادمة، خاصة أن أغلب المخيمات هي في شمال العراق ومعروف العراق كيف طقسه بارد خاصة في المناطق يعني شمال العراق. حتى الحكومة العراقية، حتى المساعدات التي تريد الأمم المتحدة على قلتها أن توصلها إلى مخيمات النزوح، الأمم المتحدة اشتكت من يعني عرقلة وصول هذه المساعدات إلى النازحين. نعم، ما الذي أوصل حال النازحين في العراق إلى هذا الشكل؟ يعني هي الحكومة العراقية هي المسؤولة الأول والأخير عن كل ما يحدث الآن للنازحين في العراق من مآسي. يعني الحكومة العراقية حتى في ميزانيتها التي المفروض أن تشمل جميع العراقيين بالتساوي، كان هناك تمييز وكان هناك تقصد واضح ل يعني إيصال النازحين وفي المناطق، خاصة في المناطق التي شهدت عمليات عسكرية مثل محافظات نينوى ومحافظة الأنبار وصلاح الدين، تخصيص الميزانيات يعني غير منصف وغير عادل ولا يضمن يعني أن يتم يعني أن يكون هناك أي تحسين لأوضاع النازحين ولا يعني أي تأمين لاحتياجاتهم الضرورية. على العكس من ذلك، يعني كل الوعود التي أطلقتها الحكومة وكانت آخرها هو خطة الاستجابة الإنسانية في مارس هذا العام، أين هي هذه الخطة؟ يعني لم نرى لها أي إثباتات على أرض الواقع، بل أن الأزمة الإنسانية التي يمر بها النازحين في تفاقم مستمر ومن سيء إلى أسوأ. إذا أين هي الوعود الحكومية وأين الخطط التي تشمل النازحين؟ لا وجود لهذا، فقط حبر على ورق. وإن كانت هناك أي أموال تخصص النازحين، لا ننسى أن أيادي الفاسدين في الحكومة العراقية بالحديث عن الفساد دكتور فاطمة بالحديث عن الفساد دكتور فاطمة مجلس محافظة نينوى يقول بأن هناك 180 مليار دينار خصصت لإعادة الإعمار، ولكن الآن لا تعرف أوجه صرف هذه المبالغ. إذا كيف سيؤثر هذا التصريح من قبل مجلس محافظة نينوى وهو متحدث رسمي من الحكومة العراقية على الذين يقومون بالدعم لإعادة الإعمار في العراق؟ نعم بالتأكيد، يعني الفساد معروف في العراق، ويعني وأصبحت مع الأسف الشديد يعني أسلوب للتعامل، ليست فقط مجرد ظاهرة، يعني وأنا أقصد فيها الحكومة العراقية، هي ليست فقط هذه الأموال التي فقدت من محافظة نينوى، يعني هي حالة متفشية في العراق، والعراق يتربع على يعني عرش الفساد العالمي مع الأسف الشديد. وطبعا يعني بالرغم من أن هؤلاء المسؤولين يصرحون بأن هناك حالات فساد وهناك اختفاء للأموال، لكن لا يوجد أي محاسبة لأي مقصر أو لأي مسؤول عن هذا التبديد لهذه الأموال، سواء من في الصرف الغير صحيح أو في السرقات.
يعني كل هؤلاء المسؤولون الآن في الحكومة العراقية وفي مجالس المحافظات مسؤولون عن هذا الفساد ومستمرون في فسادهم مع الأسف الشديد، ولا يوجد أي قانون يضبطهم في العراق. نعم دكتورة فاطمة العاني، مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، كنت معنا عبر سكايب، شكرا جزيلا لك.